وقع البرنامج السعودي للإعمار اتفاقيتين لتأهيل 600 وحدة سكنية في العاصمة عدن بالشراكة مع مؤسسة الوليد الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. نشهد اليوم تلقيع اتفاقيتين. في مرحلته الأولى يعيد البرنامج السعودي للإعمار بناء أكثر من 600 وحدة سكنية في العاصمة عدن، يستفيد منها نحو 4200 مواطن تضرروا منذ مطلع العام 2014. اليوم الحقيقة نوقع اتفاقيتين رئيسيتين بمختلفة الاتجاهات، وهو محاولة من البرنامج وسعي من البرنامج لتنويع المبادرات والمشاريع. اليوم نوقع لإعادة تأهيل مساكن وترميمها. البرنامج السعودي الذي وقع اتفاقيتين في قطاع الإسكان يستهدف الأسر ذات الدخل المتدني في مديريتي صيرة وخور مكسر، ويأتي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ومؤسسة الوليد الإنسانية. هذا أول توقيع وهذا أول مشروع ولكن ليس الأخير، وإحنا دائما لما ننزل على الأرض بنبدأ بمشروع واحد ولكن ممكن يخلص الوقت حقنا وإحنا مخلصين تقريبا فوق 10 أو 15 مشروع. شكرا. من عدن 3 وزراء في حكومة المناصفة قالوا إن برنامج الإسكان يتيح توفير مساكن طبيعية للشريحة الأشد فقرا على غرار المستفيدين منه بشكل غير مباشر. وزارة التخطيط العمراني ووزارة الأشغال العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية تعهدت جميعها بتسهيل إنجاز المشروع وتقديم أقصى الدعم له. ترميم وإعادة ترميم ل 600 مسكن لذوي الدخل المحدود أو للشريحة الأشد فقرا، والذي الآن يعني حقيقة هم في الشوارع أو في 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 في, في مساكن غير ملائمة تماما للعيش الإنساني الكريم. لم تغب عن مراسم التوقيع الأمم المتحدة، فعبر منظمة التعليم من أجل التوظيف وعلى لسان رئيسها التنفيذي أندرو بيرد الذي أكد بأن برنامجه سيقدم أكثر من 600 فرصة لتدريب الشباب، فرصة أخرى تجددها الأمم المتحدة في العاصمة عدن في أول خطواتها، وقد تليها خطوات متعددة في مناطق ومحافظات مختلفة. ولهذا